الأزمة في سوريا، كيف يمكن الحفاظ على وحدة هذا البلد؟ لقاء الأسبوع مع غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك. أبطة البطريرك، حضرتك مقيم حاليا في المقر الصيفي البطريركي في لبنان، ولكنك تزور سوريا في استمرار، وكنت منذ فترة قريبة في دمشق. كيف تقيم الوضع في سوريا؟ أولا كما أحب دائما أن أشدد، لم أغير برنامجي بالنسبة لعملي في سوريا الذي يتوزع عمل أساسي في سوريا وأيضا في لبنان وأيضا في لقاءات وزيارات إلى آخره. إذن رغم الأحداث الشهرين سنتين وشهر شهرين وأشهر، لم أغير برنامجي في عملي، في لقاءاتي، عملي الروحي، عملي الاجتماعي، زيارتي للناس للقرى، لم أغير شيء من برنامج. وهذا تأكيد لأجل تشجيع الناس على أنه يجب أن نتغلب على الأزمة بإرادتنا، باتحادنا، بتضمننا مع بعض البعض. الأزمة حاليا صعبة جدا، معقدة، وكل ما طال الوقت كل ما زاد التعقيد في الموضوع، وكل ما تدخلت أيضا عناصر لا علاقة لها لا بالموضوع كجوهر ولا بالتفاصيل ولا أيضا بالعلاقات المحلية ولا بالشق الديني الاجتماعي إلى آخره، إذن تتعقد وتصبح أيضا غير سورية. الأزمة يمكن كانت بالبداية في بعض أوجهها سورية، ولكن الآن أصبحت كأنها خارج عن سورية، والضحية هي الإنسان السوري الذي يقتل كل يوم. نعرف 100,000 قتلوا وتهجروا 8 ملايين مهجرين من السوريين، مسيحيين وإسلام كل مع بعض. أنا دائما أقول الإنسان السوري 8 ملايين منهم مهجرون داخل البلاد، نشكر الأكترية، ولكن هناك أيضا أعداد كبيرة تزداد يوما في يوما في لبنان، في الأردن، في فلسطين، أقل في مصر، في العراق، في كردستان، وللأسف أيضا خارج البلاد من لهم جرين كارد إلى أمريكا أو إلى السويد، بعض إلى ألمانيا إلى آخره. تحدثت عن الخارج غبطة البطريرك، يعني كيف تقيم في هذا الصدد تعامل أوروبا وتحديدا ألمانيا مع الأزمة السورية؟ أولا أحب أن أقول ألمانيا أشكرها، أولا أنها صديقتي ألمانيا، ولكن أيضا في هذه الأزمة بالذات برهنت على نظر جيد وتقييم جيد، ولذلك خصوصا بالنسبة لعدم تسليح المعارضة أو الفئات المحاربة في سوريا، موقف ممتاز جدا، كذلك موقف النمسا، موقف بعض الاتحاد الأوروبي. وكنت في بيكسل في حزيران وتوصلت مع كل الفئات، ورأيت أن هناك توجها جديدا، وأن هناك بعض الدول الأوروبية يزداد عددها الذين هم ضد التسليح، لأن يرون في التسليح المزيد من الضحايا، من القتل، من العنف، من الإرهاب، من الكراهية، من الانقسام، من أيضا تفاعلات دينية. يعني هناك استغلال لإطالة هذا النزاع وهذه الأزمة حتى تصل إلى أمور أخرى. وأنا أرى أن هناك كثير من المآسي والخراب والدمار، ولكن أكثر ما يزعجني هو أنه الآن يدخل إلى قلوب الناس الكراهية، العنف، الفتنة، الانقسام، عدم الشعور بأننا بلد واحد، بأننا وطن واحد، بأننا أناس من الحديث عن البلد الواحد والدولة الواحدة، ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به المسيحيون أو بالأحرى الكنيسة في موضوع الأزمة السورية؟ نشكر الله أن صوت الكنيسة أولا صوت واحد. هن 3 بطاركة مقيمين في دمشق، روم الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، وأنا روم كاثوليك، ومطاين أيضا في كل مناطق سورية، ومسيحيون منتشرون في كل مناطق سورية، ليس في منطقة واحدة مغلقة. هذا شيء مهم جدا، إذا يتفاعلون في التاريخ تفاعلوا، واليوم يتفاعلون مع مجتمعهم. وأنا في آب الماضي أي 2012 وأصدرت رسالة قلت فيها المصالحة هي الخشبة الخلاص الأساسية والوحيدة لسوريا. فالكنيسة تعمل لكي تكون الجامع بين جميع الفئات، واليوم في خطر أن يكون هناك صراع ديني سني شيعي علوي فئوي، يعني بمعنى آخر، والكنيسة تعمل على جمع الأصوات وعلى الحوار، وتقول أنا الآن في خدمة المصالحة بين جميع السوريين. فلذلك دورة طبعا بالدور، هناك المساعدات التي تقدمها الكنيسة، نشكر الله كل مطران، كل كاهن، كل رعية، كل منطقة، مساعدات على طول الخط،
ونحن في صدد أنا شخصيا أن أسعى لمزيد من المساعدات عن طريق الكنيسة، لكيما الكنيسة تشعر الناس بأنها قريبة إلى الناس وأن لها دورا. والآن أظن دور الكنيسة والمؤمن أيضا المسلم والجامع والرجال الدين الإسلامي المسيحي لهم دور مهم جدا أن يعملوا لأجل الوحدة، وحدة سورية ووحدة العالم العربي. وأنا أقول لأوروبا انتبهوا، ربما أنتم تحاولون أن تراهنوا على انقسام العالم العربي، هذا خطر على العالم العربي، ولا أحد منتصر في العالم العربي في قسمة العالم العربي ولا قسمة أي بلد عربي داخل البلد الواحد. ولكن أيضا أكثر من ذلك هذا خطر عليكم جميعا أنتم، خطر على أوروبا انقسام العالم العربي، لأن هناك يزيد الصراع ويعكس على أوروبا. أنت تحدثت عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة بين الطرفين إذا جاز التعبير، ولكن بعض الأطراف في المعارضة تعتبر أن الكنيسة أقرب إلى النظام، فهل يمكن فعلا يعني وتستعديها بذلك، فهل يمكن فعلا أن تلعب دور الوسيط بين الطرفين؟ أنا لست مع النظام، أنا مع سوريا، وأنا مع أيضا ما هناك من تقليد سوري من تعايش، من تواصل، من قبول الآخر، من عمل مع بعضنا البعض بالبزنس، بالأعمال، بالمؤسسات الخيرية الاجتماعية. إذن نحن لسنا الآن كأن نلعب دور دخيل علينا، نلعب الدور الذي لعبناه بأن نكون لجميع المواطنين السوريين. فإذا هذه الوشاية بأن نحن مع النظام وإلى آخره هذه غلط. وأوروبا بعض المرات أيضا تقول إن المسيحيين نحافظ على المسيحيين وكأنهم هم الذين يحافظون على النظام، النظام قائم فينا وبلانا يا أخي. وثانيا النظام لم يأتنا هو بالأمور، أتتنا من تاريخنا. أنا أعرف أنه على وقت أيضا الفرنسيين وقبل الفرنسيين على وقت الأتراك كان هناك في سوريا توازن بين الفئات واعتراف بسلطات بسلطة الكنيسة والجامع والفئة والملة، كان نظام الملل. إذا هناك في سوريا نظام نقول ديني اجتماعي متناسق، وهذا ما نريد أن نحافظ عليه نحن كمسيحيين وليس كنظام فلان أو فلان. ولذلك أنا أحب أن أدفع عني هذه التهمة أن نحن المسيحيين مع النظام، نحن مع سوريا، مع مستقبل سوريا لكل أبنائها ومع جميع أبنائها. نعم، تحدثت في البداية عن يعني زياراتك المتكررة إلى سوريا هي لتثبيت، والمحافظة على عاداتك في سوريا هي لتثبيت الناس والمواطنين وتعويضهم على التمسك في أرضهم. وهناك المخاوف الأوروبية على المسيحيين في الشرق التي ذكرتها حضرتك. نعم. هل هناك مخاوف لديكم فعليا من المستقبل وجود المسيحي في الشرق؟ طبعا الوجود المسيحي في الشرق مهدد، ولكن أحب أن أقول لإخوة الأوروبيين وإخوة العرب أيضا والمسلمين، أقول لكم لسنا نحن مهددين من قبل الإسلام ولا المسلمين. الخطر على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط هو على أوروبا، وبسبب الأزمات التي لا تزال تتفاعل منذ 65 سنة منذ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تتالى في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق إلى آخره ومصر، وكل أزمة يأتي بعدها موجة جديدة من الهجرة، من تقليل عدد المسيحيين. ولكن أقول أكثر من ذلك، أنا الآن أمام هذه الأزمة الكبرى في سوريا وفي العالم العربي، أقول للمسيحيين لا تخافوا، ولكن فتشوا اليوم عن دوركم التاريخي، كيف تفاعلتم مع العالم الإسلامي، وكيف تتفاعلون مع الواقع اليوم ما يسمى الربيع العربي، كيف تكونون بنائين في العالم العربي اليوم كما كنتم في التاريخ، العروبة، التاريخ تعرف، العلمانية، الأفكار المنفتحة هي أيضا من تواصل الإسلام المسيحي. الآن دوركم ليس أن تخافوا وليس أن تهاجروا، ولكن أن تكتشفوا بعمق أكثر عن دوركم. غبطة البطريرك ذكرت المصالحة، هل هناك فعلا إمكانية يعني إذا حدث حل سياسي لإحلال مصالحة فعلية بين المواطنين بعد كل ما سال من الدماء وما ظهر من حجم كراهية إذا جاز التعبير بين الأطراف المتقاتلة؟ هذا هو التحدي الكبير الذي يجب أن نعمل لأجله. وأنا كنت في أساس أيضا عمل مصالحة، هناك وزارة للمصالحة كما ندري نعرف بسوريا، وقد عملت على استجلاب أشخاص من الذين حاملوا جائزة نوبل للسلام لكي ما يكون هناك تفاعل عالمي لأجل مساعدة سوريا على المصالحة. ولكن أقول من جهة تانية، كفوا يدكم عن سوريا، خلونا بحالنا ونحن
نقدر أن نبني سوريا من جديد وأن نعمل على إعادة الإخاء والمحبة. إيش قال هلأ بعد في كثير تهدم، ولكن الآن الخطر هو بدء التهديم في المحبة في بين الناس. ما يعني ما تصوركم للحل؟ كيف يمكن الخروج من الأزمة؟ الحل هو أنه أو صعوبة الحل نقول أنه لا يوجد بديل آخر، ولا يوجد رؤية عند الفرقاء خارج السوريين. سوريا عندها رؤية أن نتابع مسيرتنا مع إصلاحات، ونحن كمسيحيين بالذات وأنا كرجل دين طالبت بإصلاحات أكثر من كل الذين يطالبون بالإصلاحات اليوم، والمسيحيين أول من طالبوا على مر التاريخ. ولكن الآن أظن أن سوريا فيها عندها نظرة رؤية، لكن من يحارب ضد سوريا، من هم مسؤولون عن مستقبل الحل في سوريا، حتى روسيا وأمريكا وأوروبا، لم نسمع حتى الآن أن هناك رؤية معينة عن برنامج عمل معين إلى آخره. أظن أن الرؤية أهم من السلاح أو مع أو ضد الأسد أو مالي. هذه رؤية كثير صغيرة، ضيقت الأفاق. أما إذا كان أمريكا، أوروبا، روسيا، أمريكا عندها الآن رؤية، برنامج عمل، ليس فقط لسوريا فقط، للعالم العربي، أظن أن هذا هي الرؤية الحقيقية وهذا هو المستقبل. وأنا قلت في إحدى رسائلي على العالم العربي، على رؤساء الدول العربية، أن يجمعوا كل ما هنالك من شعارات في التحرير في هنا وهناك من العواصم العربية، أن يجمعوها ويجعلوا منها شرعة حقوق الإنسان العربية الحديث. هذا هو المستقبل لبلادنا، ويجب أن نعمل لأجله. غبطة البطريرك، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا، الله يخليك.